السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي الطالب، سوف نتعلم في هذا الدرس مهارة إضافة صور في نظام إدارة التعلم جمل. لابد من الدخول أولا إلى نظام جملة وكتابة الباسورد واليوزر نيم. ثم الضغط على أرتكل مانجر، ثم الضغط على كاتيجوراي، ثم اختيار ايه هو المقال او الحاجة اللي انا عايزة اضيف ليها صورة، فهضغط على ليرن جملة. دي اللي انا كنت ضفت فيها المرة اللي فاتت الفيديو. لو انا عايزة اضيف لنفس المكان صورة، ها يتم التوجه الى الرابط اولا بتاع الصورة. عندي صور اهي، وليكن مثلا اختار صورة معينة وليكن الصورة دي، هاخد الرابط بتاعها كوبي وهروح عندي واقول هنا بيست. اهو بالفعل حطلي الرابط بتاع الصورة. بعد كده نقوم بالضغط على سيف، وبالتالي يتم حفظ الرابط للصورة. مجرد الضغط عليه يتم الذهاب الى الصورة. اهو ظهر لي الرسالة بيقول لي كاتجراي ساكسسفولي سيفت، وشكرا.